هذه الصورة الحاصلة في الذهن تسمى ماذا؟ علما. لما نقول زيد، وإن كان يعني زيد هذا شخصية ما شاء الله بارزة في النحو وسيبرز كذلك في المنطقة، فتحصل صورة لكل من الأخ والأخوات صورة يعني شخص معين في الذهن، فهذا نسميه علم زيد. قبل هذا كعلم مثلا لفظ الكتاب. إذا قلت مثلا زيد قائم، فتحصل صورة زيد في أذهاننا، وتحصل صورة القيام أو هيئة القيام كذلك في أذهاننا. فهذه الصورة الحاصلة في الذهن تسمى ماذا؟ علما. وهذا العلم إما أن يكون شئنا نقول مفردا، وإما أن يكون مركبا. لما نقول مثلا جوال، فتحصل صورة هذا الشيء في الذهن. إذا قلت زيد، تحصل صورة زيد في الذهن. إذا قلت القيام مثلا أو القعود، فتحصل صورة هذه الهيئة في أذهاننا. إذا قلت زيد قائم، فهنا تحصل صورة ليس شيء واحد، يعني أكثر من شيء، وبعضهم عدها أربع أشياء، والأكثر على أنها شيئين أو ثلاثة. فصورة زيد وكذلك هذا المسمى زيد يعني متلبس بهيئة معينة، هي هنا في مثالنا هيئة القيام. فهذا علم إن شاء الله نقول مركب. فهذا العلم أو هذه الصورة الحاصلة للشيء في أذهاننا إذا كانت مفردة يسميها علماء المنطق تصورا، وإذا كانت مركبة يعني فيه يعني شيء مفرد وحكم عليه بحكم معين فيسمونها تصديقا. واضح ولا؟ هذه من أول أو أبرز الأمور التي أول الأمور التي تدرس في علم المنطق. فلدينا التصور ولدينا ماذا؟ التصديق. التصور يعني هو صورة شيء دون أن يسلط عليه أي حكم، والتصديق هي صورة شيء وقد حكم عليه بحكم من الأحكام إثباتا أو نفيا إلى غير ذلك. ما لعنا العلم شئنا نقول هو مقسم من فوق، والعلم يمكن أن يكون تصورا كما يمكن أن يكون ماذا؟ تصديق. تصديق خلنا نفهموه الساعة بعد تنخبوه ونصوروه به. ويتفرع عن التصور وعن التصديق كذلك يتفرع عن كل منهما قسمة. التصور إما أن يكون بديهيا وإما أن يكون نظريا. يعني البديهي وقال العلماء هو الذي لا يحتاج إلى تعريف من التصورات، لا يحتاج إلى ماذا؟ يعني إذا يعني تلقاه السامع فيفهمه مباشرة ولا يحتاج إلى بيان وإلى شرح وإلى تفصيل. وهناك أمور يسمعها أو يتلقاها السامع ولكنه لا يفهمها مباشرة بل يحتاج إلى تعريف، فما احتاج إلى تعريف من التصورات يسمى بديهيا، يسمى كذلك ضروريا، وهذا الذي لا يحتاج إلى تعريف. أما الذي يحتاج أو ما يحتاج إلى تعريف فيسمى ماذا؟ نظريا. وأمثلة ذلك كثير. لما نقول مثلا العطش، فهذا كل إنسان يعني يفهمه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف. وإذا قلت مثلا السماء أو الأرض، فعادة ما يفهمها الإنسان. إذا استعملت مثلا كلمات أخرى، مثلا إذا قلت شيء أن أقول مثلا تو جوال صار بديهية عند أكثر عند الناس، أي مثلا إذا تقول الميزان فربما يفهمها البعض وربما لا يفهمه. على فكرة في أشياء بديهية لدى الناس جميعا، وهناك أشياء نظرية ربما لأكثر الناس، وهناك أشياء تكون بديهية للبعض ونظرية لبعض الآخر. إذا قلت المنطق مثلا، علم منطقي، هذا كذلك مفرد. لما نقول مثلا زيد مفرد وعبد الله كذلك يعني هذا لفظه مفرد. فإذا قلت علم منطقي مثلا، فهل هو يعني بديهي أو نظري؟ نظري. أي نظري يحتاج إلى تعريف. واضح المسألة ولا؟
إلى غير ذلك من الألفاظ. إذا قلت مثلا الفصاحة والبلاغة، طبعا بالنسبة لإنسان لم يدرس علم البلاغة فهي تصورات ماذا؟ هل هي بديهية؟ لا، هي ماذا؟ نظرية، مثل النحو والصرف إلى آخره. طيب، وكذلك التصديقات. التصديقات هناك تصديقات بديهية وهناك تصديقات نظرية. البديهية هي التي لا تحتاج إلى ماذا؟ ما عادش باش نقولوا تعريف بالنسبة للتصديق، تحتاج إلى دليل. هناك قضايا تحتاج إلى دليل وهناك قضايا لا تحتاج إلى دليل. مثلا إذا قلت الأرض تحتنا، لو كلمة الأرض بديهية ولا نظرية؟ بديهية. وإذا ومفهوم التحتية كذلك، كونه شيء تحتنا أو فوقنا، هذه الجهات الستة هي كذلك أمور بديهية، وكما يقال توضيح الواضحات من الفاضحات، هذه من أصعب ربما الأمور. إذا طالبك أحدهم بأن تشرح له أو أن تعرف له شيئا بديهيا فيبقى الإنسان في حيرة. على كل حال، فإذا قلت الأرض تحتنا ولا السماء فوقنا، فهذا تصديق، هل هو بديهي ولا نظري؟ بديهي. بديهي. وإذا قلت مثلا الفاعل مرفوع، أي هذا تصديق ماذا؟ نظري. يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى إن شئنا أن نقول دليل وما إلى ذلك. إذا قلنا مثلا العالم قديم ولا العالم حادث، وهما قضيتان. ولما نقول قديم يعني لا يقصد به القدم الذي تعرفنا عليه، القدم يعني هو الشيء الذي لا بداية له. فالعالم هذا الكون الموجود، المسلمون يقولون إنه حادث، حادث بمعنى محدث مخلوق. وبعض الملاحدة وأكثرهم يقولوا لا، العالم قديم، يثبتون أنه صفة القدم. فكل منهما قضية، يعني كل قضية منهما ليست من البديهيات، بل تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى دليل. طيب، فما معنى العلم؟ إما أن يكون تصور، إما أن يكون ماذا؟ تصديق. وكل منهما إما أن يكون نظريا، وإما أن يكون ماذا؟ بديهيا. وخاصة فيما يتعلق بالتصديقات، إذا أردنا الاستدلال لقضية من القضايا، فيمكن أن يلبس بعض الناس على السامع. مثلا نحن عقيدتنا أن العالم حادث بمعنى محدث، ونستدل على ذلك يعني القياس المشهور، العالم متغير وكل متغير ماذا؟ حادث. شنو تخرج النتيجة؟ العالم حادث. غير المسلمين يقولوا العالم مستغن عن المؤثر، وكل مستغن عن المؤثر فهو قديم. يخرج النتيجة شنو؟ العالم قديم. فكيف نرد عليهم كلامه؟ كيف يرد على هذا الزعم؟ نحن قضية هنا بداية هناك قضية من المقدمة من المقدمتين المذكورتين فيها يعني فيها خطأ، أو إن شئنا نقول فيها يعني تلبيس على الناس. لما تقول العالم مستغنى عن المؤثر، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذه المقدمة سليمة؟ لا. فكيف نتعرف عن الفساد الموجود في بعض المقدمات التي سينتج عنها بعد ذلك يعني أحكام معينة؟ فيتوصل إلى معرفة ذلك عن طريق علم المنطق. فالتفكر والبحث في التصورات والتصديقات، وخاصة أن يعني النظرية منها يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق علم المنطق. فهذا هو علم المنطق، هو علم يحترز به عن الخطأ في الفكر. واضح التعريف؟ هو علم ماذا؟ علم شئنا نقول بأصوله يحترز به عن الخطأ في الفكر. الفكر طبعا ما هو مجاله؟ مجاله هو التصورات والتصديقات النظرية والبديهية. واضح التعريف ولا؟
طبعا الفكر التفكر وسيأتي يعني ذكر هذا الكلام هنا. الفكر هو هذه الحركة الموجودة لا في المحسوسات بل في المعقولات. فحركة العقل في المعاني وفي الأمور التي تدرك بالعقل هذا يسمى ماذا؟ فكرا. وحركته في المحسوسات هذه تسمى حركة مطلقا أو أيا كان يعني اتجاهه. الحركة في الفكر يعني الخوض في هذه القضايا وقبول بعضها عدم قبول البعض والحكم على البعض بأنه صحيح أو خاطئ هذا يسمى ماذا؟ فكرا. فنحن مثلا ندرس علم النحو حتى لا نقع في أو لا نخطئ في كلام العرب. لا نخطئ طبعا وكما قلنا في غير مرة يعني سواء كان ذلك في البث أو في التلقي. يعني الذي يدرس علم النحو يدرسه حتى لا يقع منه الخطأ إذا كان باثا إذا كان متكلما، فلا يرفع المفعول ولا ينصب الفاعل وهلما جر به، فلأن هذا خطأ يسمى في البث. وهناك خطأ في التلقي، الخطأ في التلقي هو أن يسمع الكلام على غير مراد قائله. جاءت ابنة أبي الأسود الدؤلي رحمه الله، طبعا هو الرابع لعلم النحو كما نعلم جميعا، قالت له يا أبتي ما أشد الحر؟ فقال لها هو حر جهنم يا بني. قالت لا يا أبي إني لا أسأل إني أتعجب. قال لها فقولي ما أشد الحر. لما تقول ما أشد الحر هذا صار استفهام سؤال، فهنا وقع خطأ في البث ليس في التلقي. فالذي يدرس علم النحو يحترز عن هذا النوع الأول من الخطأ، يعني يصير يستعمل الكلام كما يعني يستعمله في محله. والخطأ في التلقي هو أن تسمع كلاما من أحدهم ولكنك تفهمه على غير مراد قائله. يمكن يقع العكس لإنسان يجهل اللغة العربية، قال أحدهم ما أشد الحر؟ قالوا هو حر جهنم. قالوا كيف ذلك؟ أنا لا أسألك أنا أتعجب. فما لدينا قضية بث وتلقي، واضح المسألة. هذه في علم النحو. في علم المنطقي كذلك، يعني ندرس قواعد علم المنطقي حتى نحترز عن الخطأ سواء كان ذلك في البث أو في التلقي. في البث إذا أردت أن تطرح يعني فكرة معينة أو قضية من القضايا وتثبت أمرا من الأمور، فالذي لا يدرس علم النحو لا يحسن طرح قضيته، وقد ربما يتأثر بعض الناس يعني غيرة على الإسلام يأتي ليجادل بعض الناس يعني في قضية من القضايا، ولكنه يفشل في ذلك لأنه لم يدرس ماذا علم المنطق. ساعات القضية تكون قضية يعني عادلة وقضية يعني معروفة، يجي يدافع مثلا عن الحجاب وما إلى ذلك، ولا يكون قد درس يعني علم المنطق ولا علم الشريعة، فلا فينهزم مباشرة وتنقلب عليه الموازين. وكذلك العكس بالعكس، يأتي يجادلك بعضهم ولا تكون قد درست علم المنطق، فيمكن أن تنطلي عليك حيله أو يعني إن شئنا نقول تلبيساته. إحنا حاطين قدور يدافع على الشريعة الإسلامية، معناه هو عمل غناية على الحجاب، هذا صار هو رمز معناها للشريعة، وكل ما تطرح قضية من القضايا صار هو ربي يجزيها الظاهر اللي نيته طيبة قطع نظر. نعم طيب. ثم مدرسة إسلامية ما تعرفش المنطقة. مش يجينا في المقدمة، أنت طلعت كم الغلطة هذيك في البداية. أنا بعد في المقدمة مش يذكر اختلاف الأئمة في مشروعيته، ولكن المقدار المختلف فيه هو بعيد كل البعد عما ندرسه نحن، وربما المذموم يعني في أو بعض الأقوال مثل الإمام النووي وغيره الذين يعني ربما رفضوا يعني دراسة علم المنطق، فليس المقصود منه هذا المنطق وإنما الفلسفة الأخرى لتوجيهنا الكلام عليها. تفضل سيدي. سؤال لك، المنطق والفلسفة ما فرق بينهما؟ طبعا ثم فرق. علم المنطق
وهو آلة آلة لنصل بها إلى العلوم المقصودة. يعني هو من أبرز العلوم التي يعني لابد من دراستها حتى نفهم أصول الفقه وحتى ندرس كذلك علم العقائد. فهو آلة ومرقاة وسلم كما سمي هنا للوصول إلى العلوم الأخرى المقصودة. أما الفلسفة هي صارت علما مقصودا بذاته، يعني لا 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 يدرسونها فقط من باب ماذا؟ الجدل، لا يكون هناك غرض سامي أو علم آخر من العلوم المقصودة الذي تدرس الفلسفة لأجله. وزد على ذلك أن الفلسفة يعني لا يكون اعتمادها أو يعني ليس لديهم هذه الأمور اليقينية والثابتة كما هي موجودة عند علماء المنطق المسلمين. احنا عندنا من الأمور الثابتة الأساسية قضية التوحيد وهذه الأمور الثابتة التي مذعن لها، أما هم فلا، هم يحتكمون يعني إلى العقل يعني بالأساس ولا بطريقة المسلمين. هذه مش يتضح إن شاء الله من بعد، يعني تقريبا لما نوصل للبحث التصديقات وقت تتضح المسألة هذه. البحث الأول هو أقرب ما يكون إلى علم النحو، يعنى بالألفاظ، بحث التصورات، وبعدين بحث التصديقات يصير خوف القضايا، وربما من أبرز المحاور التي يعنى بها علم المنطق هو باب القياس اللي هو من هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي. سوف نرى هذا القياس ما هي شروطه، ما هي ضوابطه، متى يكون منتجا، متى يكون يعني عقيما، كل ذلك سيأتي في بحث التصديقات. واضح المسألة إن شاء الله؟ طيب، وبالتالي ما لا يمكننا أن نلخص شو نقوله، ما هو تعريف علم المنطق؟ هو علم بأصول يحترز بها عن الخطأ في الفكر. واضح ولا؟ ما هو علم، ما هو موضوع علم المنطق؟ هو التصورات والتصديقات، تصورات وتصديقات، سواء كانت يعني بديهية أو نظرية. به والمقصد منه هو الاحتراز من الخطأ في الفكر، الاحتراز من الخطأ في الفكر. أي هذا هو، نعم، ونظير علم المنطق وذكر هذا الكلام. قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان، بيت التاسع، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. بس طيب اتفضل سيدي. قال الناظم رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مهدراتها مكشفة. أقول الحمد لغة الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، وعرفا فعل ينبئ ولا ينبئ شكل عن فعل التفعيل ولا مجرد أي ينبئ أو ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا مع إبدال الحامد بالشاكر، وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به إلى ما خلق لأجله، وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وعرفا، والنسبة بين الثلاثة أو النسبة بين الثلاثة في رسالتنا كشف اللسان عن مخدرات الأفهام. طيب أقول بدأ بتعريف أو شرح بعض الألفاظ. الحمد طبعا كل لفظ من الألفاظ يكون له معنى لغوي ومعنى كما ذكر هنا عرفي ومعنى كذلك اصطلاحي. اللغوي أول شيء، معنى اللغوي هو هذه الكلمة في عندما استعملها العرب أو وضعت في اللغة العربية
يمكن أن تكون وضعت ابتداء لمعنى واحد كما يمكن أن تكون وضعت لمعان كثير، وهذا شفناه يظهر في علم البلاغة كنت أتذكر. وهذا المشترك في اللغة العربية مثل العين متكثر المعنى وضع ابتداء لمعان كثيرة، لكن هذا لا يمنع أن تستعمل هذه الكلمة في غير ما وضعت له، يعني تستعمل في معنى آخر، فاستعمالها في المعنى الأول هذا هو المعنى اللغوي أو المعنى الموضوع له، واستعمالها في المعنى الثاني أو هذا المعنى الثاني الذي نقلت إليه إذا كان الناقل له عامة الناس وما درج ودأب عليه الناس عموما، فهذا يسمونه المعنى العرفي ما تعرف عليه ماذا الناس. اصطلاحا له أقسام كثيرة، يمكن أن يكون الناقل لهذا المعنى فئة معينة من الناس مثل علماء النحو وإلا علماء المنطق وإلا علماء الفقه وإلا علماء الحديث. كلمة صحيح وحدها مثلا، الصحيح مثلا في اللغة العربية هو ما سلم من الأمراض ومن المعايب، هذا هو الصحيح. لكن الصحيح عند علماء النحو لا هو أخص من ذلك، الصحيح عند علماء النحو هو ما سلم آخره من حروف الألف، ففعل ضرب صحيح، وفعل رأى يقول لك معتل، وإلا دعا وإلا رمى. علماء فعل وضع يضع عند علماء النحو هو صحيح، صحيح قل هو في أولي حرف عليه، يقول لك أنا لا يهمني في الأول، أنا ما أعتد به وآخر ماذا الكلمة آخر. علماء الصرف قالوا لا، قالوا الصحيح هو ما سلم من حروف العلم، وعندهم الصحيح والسالم سواء كان حرف العلة في أوله أو في أوسطه أو في آخره فهو غير صحيح، يعني فعل وضع عند النحاة صحيح، عند علماء الصرف ليس صحيح. وكذلك لسلامته يشترطون السلامة يعني أو الخلو إن شاء الله نقول من الهمز والتضعيف، فعل قرأ صحيح ولكنه ليس سالما مهموز اللام إلى آخره. ف وإن كان الظاهر أن علماء النحو والصرف يعني تقريبا هما في مجال واحد، لكن هذا لا يمنع أن اصطلاح النحاة يختلف عن اصطلاح ماذا الصرف. التجريد كذلك أو المجرد عند النحاة ليس نفس المجرد عند علماء الصرف، وليس كذلك نفسه عند علماء البلاغة، لا علينا به. فما نعم اصطلاح النحاة، اصطلاح علماء الصرف، اصطلاح المناطق كذلك لهم اصطلاحات خاصة بهم، اصطلاح الفقهاء، اصطلاح المحدثين، يعني من الخطأ المنتشر بكثرة أن يأخذ بعضهم كلمة صحيح التي أطلقها المحدثون ويفهمها بفهم الفقهاء. احنا شفنا في علم الحديث وما زلنا سنرى إن شاء الله، الصحيح هو الحديث الصحيح أو الخبر الصحيح هو ما استوفى خمسة شروط: اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلم. إذا استوفى الخبر هذه الشروط الخمسة فهو ماذا؟ صحيح. إذا فقدت أو فقد أحدها فهو غير صحيح ويختلف اختلافا كثيرا. عند الفقهاء هل هذا هو الصحيح؟ لا، هو أعم من صحة السند، يدخل فيها قضية الناسخ والمنسوخ، يدخل فيها قضية العام والخاص والمطلق والمقيد. الصحيح عندهم هو الذي يعمل به. الآية اللي يقول فيها المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طبعا هذه سنده مش صحيح فقط، هذه سنده متواتر، لكنها فقها هل يصح العمل بها؟ جيش الإنسان يقول لي أنا همش نطبق الآية هذه، هاو داخلين على الصيف والنهار طويل ويصير يحل بعضهم لنفسه أن يشرب، وهم مزيلوا حتى هي كان هذه ما خرجوا لنا الفترة اللي انتعى يقول هاو اللي يصير يشرب الخمر بعد صلاة الصبح ومزال ما جاءت صلاة الظهر اللي هو لا. هذه الآية صحيحة سندا وتلاوة، لكن هل يصح العمل بها؟ لا، لأنها نسخت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى آخر اللي فيها قرابة 12 دليل يعني على تحريم الخمر شفناه. طيب
يجي هو لمفهوم الصحة أو لكلمة صحيحة التي أطلقها فقيه ويفهمها بفهم المحدثين. أقول لك قولة إذا صح الحديث فهو مذهبي، قالها الإمام أحمد اللي هو صح مذهب فقيه، فصحيحة ليست قضية صحة سندا فقط، هي صحة فقها وعملا. ويصير فهذا هكذا يقع الخلط. فمن اصطلاحا لابد أن تفهم في اصطلاح من، يعني نحن لما نكون بصدد دراسة علم المنطق ونعرف كلمة لغة ثم اصطلاحا، فاصطلاح من اللي هو اصطلاح النحاة؟ لا اصطلاح اللغة، اي لما تكون في درس فقه اصطلاح الفقهاء، اي وتكون في اصطلاح وتكون في درس عقائد في اصطلاح علماء العقيدة وهلما جرى. فما عن المعنى اللغوي عن المعنى العرفي، وطبعا تختلف الأعراف، ليس شأن عرف مثلا مدينة مساكن مثل عرف يعني وربما مدن أخرى أو بلدان أخرى. وكذلك لما إذا قلنا عرفنا الكلمة اصطلاحا فظهر يعني لابد من تعيين اصطلاح، اصطلاح من، ما المراد يعني. وقد يتفق ربما بعض الفئات على اصطلاح معين، هذا لا يمنع أن تكون هناك كلمة اتفق الفقهاء والمتكلمون وعلماء النحو مثلا على فهمها بمعنى واحد، فهذا وارد، وقد يختلفون في ذلك. طيب قال الحمد لغة، الحمد شنو؟ قال هو الثناء بالكلام على المحمود بعدش قال لجميل صفاته ككا ولا بجميل صفاته، الاثنين صحاح. طيب هذا معنى الحمد لغة. من بعدش قال وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره. شنو الفرق بين الاثنين؟ شنو تلاحظوا في الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي؟ في اللغوي قال ثناء، في قال فعل ينبئ الأول بالكلام. أحسن، هذه النقطة الأولى. يعني الحمد في تعريفه لغة قيد بالكلام، الثناء يعني هو الإقرار بجميل المنعم أو نسبة الفضل لصاحب الفضل، فهذا الثناء يمكن أن يكون باللسان بالكلام، ويمكن أن يكون بغيره، يمكن أن يكون يعني بالأفعال، يمكن أن يكون يعني بالقلب. فالحمد يكون باللسان دون غيره، هذه المسألة الأولى. وفي حين أنه عرفا قال لا فعل ينبئ، ولم يذكر قضية اللسان على تعظيم المنعم به. في عرفا قال بسبب إنعامه، يعني هنا هذا الثناء أو هذا الحمد عرفا يكون في مقابل النعمة، لكن في الحمد لغة هل ذكر أو هل اشترط يعني إنعام المنعم مقابل هذا الحمد؟ قال الحمد لغة هو الثناء بالكلام على المحمود، يعني بالكلام على يعني صاحب النعمة الذي أو هذا الذي يحمد بجميل صفاته، يعني سواء يعني وصل هذا الحامد منها يعني أثر أو لا. فأنت تحمد الله أي تثني عليه بلسانك سواء وصلتك منه نعمة أو لم تصلك، ولهذا يقول العلماء الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة. فيحمد الله لأنه أنعم علينا بنعم مثلا معينة، ويحمد الله تعالى لأنه أهل للحمد وولي للحمد، يعني مستحق للحمد. عرفا قال فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، أول شيء قيدها بالفعل، ثم ماذا؟ قال بسبب إنعامه على الحامد أو غيره، يعني أنعم على هذا الإنسان الذي صدر عنه الحمد أو أنعم على غيره من الناس، فيصدر من هذا الحامد فعل ينبئ بتعظيم هذا المنعم، فيسمى فعرفا يفهم من ذلك أن هذا هو الحمد. أيه كمل قلت حقيقة. قال والشكر لغة
هو الحمد اصطلاح يعني في المعنى اللغوي، يعني الشكر قيده بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب ماذا؟ إنعامه، مع إبدال الحامد بالشاكر. يعني نقول في تعريف الشكر لغة وهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره. وعرفا شنو؟ قال صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لي لأجله. فما بعض الأمور الأخرى التي نريد تفصيلها، يعني الخلاصة في اصطلاح العلماء، وهذه من المسائل التي ليست خاصة بعلماء المنطق بل يفهمها المحدثون والفقهاء وغيرهم، هو ما يمتاز به الحمد على الشكر، هو أن الحمد يعني يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة. واضح ولا؟ واستفتح شو اسمه العلامة أو الملا الجامي رحمه الله في شرح الكافية كتابه بقوله: الحمد لوليه والصلاة على نبيه. الحمد لوليه، الهاء على شو ترجع؟ تو كي تقول الحمد لله ترجع لله، معناها مش يصير التقدير الحمد لولي الله، ها ترجع للحمد. هو الضمير الغائب في اللغه العربيه لابد له من مرجع ومن عائد، يعني التقدير الحمد لولي الحمد، يعني ولي الحمد هو الله عز وجل، يعني هو المستحق للحمد، فيحمد الله تعالى لانه اهل للحمد، ويحمد الله تعالى لأنه أنعم علينا بنعم معينة. فما يمتاز به الحمد على الشكر هو أن الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة، ومنه الدعاء المأثور، يعني الحمد لله على كل حال، ولم يرد الشكر لله على كل حال. والدعاء الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، متى يقوله الإنسان؟ يعني لا سمح الله إذا كان الإنسان في شدة أو محنة، فمن السنة أن يدعو بهذا الدعاء: كل قدر نزلت به مصيبة وكذا، يسأل عن حاله شنو يقول: الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. فالحمد يعني يعم كل ماذا؟ الحالات. أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل النعمة. الشكر شنو؟ لا يكون إلا. وعادة إذا رأينا الديباجات أو المقدمات في بعض الكتب نجد أن الشكر مقترن بذكر نعمة من النعم. واضح لنا؟ هذا شيء يمتاز به الحمد على ماذا؟ على الشكر. طيب وما الذي يمتاز به الشكر على الحمد؟ هو كون الشكر يمكن أن يكون باللسان ويمكن أن يكون بغير اللسان، يمكن أن يكون بالعمل ويمكن أن يكون بالقلب كذلك. الدعاء الآية يقول المولى عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. فهم يشكرون الله تعالى بالعمل. ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فسألته عائشة رضي الله عنها، وفي رواية سأله الصحابة الكرام: يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أحب أن أكون عبدا. فيشكر الله تعالى بقيام الليل بل بتطويل يعني القيام. هذا شكر بالأعمال. وهناك شكر بالقلب، وهو عبارة عن معنى الرضا، الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. فالشكر يمكن أن يكون بالقلب، يمكن أن يكون بالجوارح بالأعمال، ويمكن أن يكون باللسان. هذا شيء يمتاز به الشكر على الحمد. ومنها التعريف الذي ذكر، يعرف بعضهم الشكر يقول: هو صرف العبد ما أولاه مولاه من نعمه في رضاه. صرف العبد ما أولاه مولاه يعني ربه من نعمه، أي من نعمه في رضاه. فتصرف النعم التي أنعم الله بها عليك في ما يرضي الله عز وجل، هذا يدخل في باب الشكر. ومنه قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا. وهنا يصير يقابل الشكر معنى ماذا؟ الكفر.
فالذي يتحرى بأعماله ما يرضي الله عز وجل فهو يعني مندرج أو يعني سائر في نهج الشكر، والذي لا يتحرى ذلك وتكون أعماله يعني مما لا يرضي الله عز وجل فيصير هذا سالك طريق الكفر. وفيه كفر فرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. الكفر العملي ليس مخرجا من الملة، ولا هيك بيقولوا كلنا كفار لأن الإنسان يعني مقصر ويقع يعني في بعض المخالفات. ففي فرق بين الكفر الاعتقادي والكفر يعني العملي. طيب والحمد لا يكون إلا باللسان، أي الحمد يكون باللسان فقط لا يكون يعني بال لا يكون بال بالأعمال. الحمد ينتزع على الشكر لأنه الحمد على كل حد. أي هذا هو، أنا قلنا في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة. طيب هل يمكن أن يحمد غير الله عز وجل؟ ممكن. قبل كنت تحصل فيها في زمان برشا من واحد خلي شرك خلي كيفاش، قلت له ما اسم نبينا؟ قال لي محمد. ما معنى محمد؟ الحمد مفهوم ولا كثير الحمد؟ كثير ماذا؟ الحمد كثير الحمد هو أحمد. ما الفرق بين أحمد ومحمد؟ أحمد صيغة اسم تفضيل وطبعا فيها معنى المبالغة من حامد، فأحمد هو الذي يحمد الله كثيرا، يعني هو كثير الحمد بمعنى كثير أن يصدر منه الحمد به. ومحمد هي صيغة مبالغة من محمود، فمحمود هو الذي يحمد. لكن طبعا هناك فرق بين أن يحمد شخص ما على أنه يعني صدر منه فعل جميل وعلى أنه مخلوق، بين أن يحمد تحمد جهة من الجهات على أنه معبود. ففيه فرق بين حمد الخالق وحمد ماذا؟ المخلوق. زي حمد المخلوق ليس مبنى حمد المخلوق ليس مبنى على نعم على ازدار. خلينا نفهم نسمعها. الحمد لله يكون سبب نعم او غير نعم. اي لكن الحمد لله ما يكونش كيك. لا يكون كيك، علاش لا؟ اي يعني مثلا يكون شخص من الاشخاص اسدى الي خدمه او نالني منه معروف فاحمده، ويمكن ان ارى منه خصال جميله وان كان يعني لا يتعدى يعني أثرها لي ولا لغيري، ولكني أثني عليه فيدخل ذلك في باب الحمد. نحن مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمود، يعني باعتبار أن هناك أمور وصلتنا يعني ونالنا منها خير، ونثني عليه كذلك عليه الصلاة والسلام لأنه يعني له صفات يعني حميدة، مثلا بعض الصفات المتعلقة بخلقه يعني بجسمه، فبيان تلك الصفات يعني وتلك الفضائل يدخل في باب حمد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت يعني هي صفات خاصة به. نعم. طيب قلنا ما هذا شيء يمتاز به الحمد على الشكر، وأنه يكون في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة. وما يمتاز به الشكر على الحمد هو أن يكون باللسان ويكون بغير اللسان، لكنه طبعا لا يكون إلا فيما يقابل النعمة. طيب هذا فيما يتعلق بالحمد والشكر. من بعد يعني ذكر كلمة أخرى قال: وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح لغة وعرفا. أيوة احنا تكلمنا من المدح، وهو يعني إن شاء الله نقول هو نظير يعني فيه معنى الثناء، لكن يمكن أن يكون المتكلم عنه يعني مستحقا لذلك، ويمكن أن يكون غير مستحق. هذا يصير مدح، واضح ولا لا؟ ولكن الحمد أو الشكر طبعا يكون المتكلم عنه مستحق لذلك، ويكون المتكلم صادق في دعوة. بالنسبة للبسملة والحمدلة،
هذه مسألة عادة دائما تطرح يعني في بدايات الكتب. احنا وقتنا ضاق شوي ربما نختم بهذه. وهي أن وردت روايات ظاهرها التعارض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو أبتر. والابتداء الظاهر أن يكون بشيء واحد، يعني نحن إذا ابتدأنا بالبسملة فلا نكون قد بدأنا بالحمد، وإذا بدأنا بالحمد فلا نكون قد بدأنا بالبسملة. فالابتداء إما بش يكون بالأول وإلا بالثاني. وطبعا المعترض كالأعمى ومش قد شدد لك يعني العصب. إذا بديت بالأول يقولك شو بديتش بالثاني، إذا بديت بالثاني يقولك شو بديتش بالأول. شنو الجواب؟ يعني مثلا هنا هو بدأ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. فنقول هو طبق حديث البسملة لكنه لم يطبق حديث الحمد، لم يطبق حديث ما كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو أخطأ. ولو فعل العكس لا اعترض عليه كذلك. فما هو الجواب؟ ها؟ مفهوم السؤال ولا؟ مفهوم جواب. جواب نسينا. قبل كل شيء يعني ثم صيغة، ربما الصيغة الوحيدة التي لا يمكن أن يعترض عليها هو أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم حامدا مصليا. أي لأن حامدا هذه حال، وطبعا الحال هي هو لفظ يدل على هيئة يعني اقترن بها الفاعل أو المفعول أثناء وقوع أو صدور الفعل منه. لما تقول جاء زيد راكبا فمعنى الركوب هو مساو تماما أو هي هيئة يلتبس بها المتكلم عنه أثناء المجيء. وهذا طبعا تضييق لواسع يعني مش يصير يعني لا يجوز الابتداء إلا بهذه الكيفية. الجواب كما قالت الأخت يعني الابتداء له أقسام وأنواع. الابتداء شنو؟ أنواع. إيش هي أنواع الابتداء؟ كيفاش؟ الابتداء يمكن أن يكون حقيقيا ويمكن أن يكون إضافيا. فالابتداء الحقيقي هو الذي لا يسبق بشيء، يعني طبعا يكون سابق للمقصود ولكل شيء، هذا نسميه ابتداء ماذا؟ حقيقي. وهناك ابتداء يسمى ابتداء ماذا؟ إضافيا. الابتداء الإضافي هو ما كان سابقا للمقصود، ما كان سابقا ماذا؟ للمقصود. نحن كتابنا هذا كتاب منطق، فما المقصود منه؟ المقصود منه بيان القضايا أو القواعد المنطقية. احنا كي نشوفه مثلا النسخة اللي عندي يعني ها المقدمة هذه الكل مذكور فيها حمد وصلاة بعد وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. البيت التاسع عند الصفحة 36 مو باعتبار المقدمة وذكر بعض حالات المصنف إلى آخره. فهنا بدأ المقصود. أما المقدمة هذه يعني هل هي مقصودة في علم المنطق؟ ليست مقصودة. فالعلماء قالوا كل ما ذكر قبل المقصود فيدخل ذلك في باب ماذا؟ الابتداء الإضافي. فنصير نحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي وحديث الحمد على الابتداء ماذا؟ الإضافي. أو العكس مش يجي يعني يصير التقدير كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ابتداء حقيقيا ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ابتداء إضافيا بحمد الله تعالى فهو أقطع. واضح المسألة ولا؟ يصير يحمل حديث البسملة على الحقيقي الابتداء الحقيقي وحديث الحمد على الابتداء الإضافي، وبهذا يعني يندفع الإشكال. واضح المسألة ولا؟ يصير عنده ربما اعتراض آخر موالي يقولك طيب الابتداء ابتداءان، لكن لماذا
خصصت الحقيقية بالبسملة وخصصت الإضافية بالحمد كما قال سي مجدي. علاش مش العكس؟ هاي شنو نقول؟ مفهوم السؤال ولا؟ هاي شنو الإجابة؟ موافقة الكتاب الله. أي الجواب الأول نقول هذا فعلنا ذلك تأسيا بكتاب الله تعالى، لأن لما نقرأ القرآن الكريم فعادة نقرأ البسملة ثم يأتي بعدها ماذا؟ الحمد، ولكن ذلك ليس واجبا تأسيا بكتاب الله تعالى. ولا في جواب آخر نقول لا، هذا يعني هذا إن شاء الله نقول الترتيب هو اتفاقي وليس احترازيا، يعني إحنا حملنا الابتداء في البسملة على الحقيقي والابتداء في الحمد على الإضافي اتفاقا هكذا، يعني يمكن أن يكون الأمر عكس ذلك لا مانع، والذي يعني يكون ترتيبه اتفاقي فلا يعترض عليه. إنسان يقول لك شبيك دخلت من الباب هذا، قل له لا اتفاقا ندخلنا من الباب هذا، تحبنا ندخل من الباب الأخر ندخل من الباب الأخر، الأمر واسع. هذا اتفاقا يتسمى. احترازا شنو يجي يقول لنا شبيكم دخلتوا من الباب اللي مغادي، قل الباب اللي مغادي عنا مفتاح، الباب هذا ما عندناش مفتاح، واضح المسألة. ولا اتفاقا يقول له لا نقول احنا دخلنا من الباب هذا لان هذا قريب باش اللي يتعدى يشوف فما درس. فهذا الفرق بين الاتفاق والاحتراز. الاحتراز يكون له غرض معين يعني وسبب معين، واتفاقا لا يكون له سبب. هذه هي الجواب الاول قلنا، وان يحمل الابتداء في الحديثين اما على الحقيقي واما على الحقيقي في البعض وعلى الاضافي في البعض الاخر. هذا الجواب. الجواب الثاني قال يمكن أن يحمل الابتداء في كلا الحديثين على العرفي. الابتداء ماذا؟ الابتداء العرفي يعني ليس مقيدا بمقصود أو بأي، يعني كل ما كان يعني نسبته إن شاء الله نقول أقل من 10% يعتبر داخل في البداية، وهي نسبة العشور هذه مؤثرة في مسائل كثيرة. مثلا عندنا كتاب فيه 100 صفحه مثلا، فما دمنا في الصفحات العشر الاولى فيعتبر ذلك ماذا؟ ابتداء. تسالوا ولو هو قرا مثلا كتاب فيه 100 صفحه قراه 9 صفحات قلوا وين وصلت؟ قلوا ما زلنا في البدايه، ولو كان هو دخل في المقصود. هذا نسميه ابتداء ماذا؟ عرف. في باب زكاه العين الذهب قداش النصاب؟ مو 84 جرام ذهب ولا؟ اي لكن الذهب شنو؟ خالص اي يعني هل يكون الذهب خالص 100%؟ هو اي فما عندنا ذوق 24 وذوق 22، فهذوما فيهم نسبه خليط اقل من 10%، اقل يعني كي تبدا عندك 100 جرام ذهب يظل فيها 91 جرام على ما قدره من طه معشور، فما 91 جرام ويقول لي فاصل، وفما 8 جرامات فاصل تكون يعني خليط، لكن تتحسبه كل هذا به. هذا ذوق 22، ذوق 24 نسبة الخليط أقل ويكون يعني ألين به. وكلما نقص العيار، ما عندك ذوق 18 ولا 9 فنسبة الخليط أكثر من 10%، هنا تولي تحسب. يعني اللي عنده 100 جرام ذهب ذوق 22 ولا 24 مش تحسب 100 جرام، لكن اللي عنده 100 جرام ذهب 18 ولا 9 ما عادش مش نقول نصير نحسب النسبة. فذوق 9 يظل لي فيه 375 جرام ذهب، يعني 37.5 هذا ذهب، وقديش 62 كيكا، 62.5 خليط. فاللي عنده 100 جرام ذهب ذوق 9 ما تحسبش 100 جرام، مش تحسب 37 جرام فقط. واضح المسألة؟ ما أردنا قوله أنه عادة هذه النسبة لما تكون أقل من 10% عادة يعني تكون كلا شيء. فهذا تفريعا على قول على قضية الابتداء شنو العرف. فما دام الإنسان مازال مش محدد هي ما في ما هو دون العشور فيعتبر ذلك ماذا؟ ابتداء عرفيا. واضح المسألة؟ طيب
هذا فيما يتعلق ما قلنا بالبسملة والحمد، هذه هي القضية التي يراد طرحها، قضية الابتداء، وكذلك الفرق بين الحمد والشكر، شفناها المدح كذلك، النسبة بين الثلاثة إلى آخره ذكره في كتابه. من بعد بدأ الكلام على الألفاظ، بقية الألفاظ. قال والله عالم على ذات الوجه بالوجود، هذا إن شاء الله نشوفه في أسبوعنا القادم. طيب هذا والله ورسوله، ما شكون عنده حاجة يسأل عنها في اللي شفناه؟ طبعا ابتداء حقيقي وابتداء إضافي كذا، أي عنا ابتداء حقيقي وإضافي، وعنا ابتداء عرفي كذا، يا إما يحمل أحدهم على الحقيقي والآخر على الإضافي، وإلا يحمل الكل على العرفي، ولما يحمل الكل على العرفي فما عادش عنا حتى إشكال. هذا والله ها؟ فهو أبطر، والآخر بحمد الله فهو أقطر. فما في رواية كذلك ورد تقريبا نفس الرواية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت رواية فهو أجذم، موجودة كذلك، أقطع وأبطر وأجذم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي.